الإقليم فيه منافذ غير مسجلة في بغداد، إذا كانت غير مسجلة وغير معترف بها من قبل هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية بين قوسين، إذا كان غير معترف بها من قبل هذه الهيئة، ألا تعد هذه المنافذ غير رسمية من نظر الحكومة العراقية ويجب أن تغلق بناءً على قرار رئيس الحكومة؟ لا، اولا المنافذ الحدوديه هسه مثلا اكو منفذ عرعر الحدودي غير مفتوح ولكن موجود. نحن ايضا كان هناك زيارات من قبل هيئه المنافذ الحدوديه في بغداد الى بعض هذه المنافذ للحصول على الموافقه من بغداد، اما ان تقول غلقها من قبل رئيس الوزراء او عدم غلقها فهذه المساله لا استطيع الاجابه عليها، الاجابه عليها تختص بها السلطات الحاكمه في الاقليم مع الحكومه الاتحاديه على مدى التفاهم والحوارات التي حصلت بينهم والمستمره منذ شهور خاصه على شنو سر الخلاف المستعقل. شنو سر الخلاف اللي بين بغداد واربيل؟ لماذا دائما المشاكل بين بغداد واربيل؟ مشاكل بين بغداد واربيل لان لحد الان لا الحكومه الاتحاديه تطبق الفدراليه بشكل واقعي وكما هو دستور. حكومة الإقليم أيضا تعي معنى المفهوم الفيدرالية بمفهومها الخاص، الأخوة في بغداد يريدون فرض المركزية على الإقليم وكأنه محافظة، ونحن في الإقليم أيضا نحاول أن نحصل أكثر من الفيدرالية، لذلك علينا شنو أكثر من الفيدرالية؟ نوع العلاقة أستاذ ماجد، ما هو بالتأكيد هناك، لا أخي خلينا نكون واضحين، أكو صلاحيات اتحادية وصلاحيات إقليمية، الأخوة في بغداد كل الصلاحيات حتى الإقليمية يريدون يسووها صلاحيات اتحادية، ونحن أيضا في الإقليم لا نحصل على حقوقنا من بغداد، نحاول أن نسيطر حتى بعض الصلاحيات الاتحادية اليوم تقوم بها حكومة الإقليم، هذا هو نوع التفاهم. طيب إذا ما وصلنا إلى علاقة واضحة بين بغداد والإقليم يفهمها المحاورون من الجهات الفنية قد نصل إلى حل المشكلة. طيب أما أن نبقى يوميا بحلول سياسية لن نصل إلى حلول. طيب لأن نحن عبرنا مسألة نحتاج إلى حلول فنية. هذا نتحدث به وفق دستور لوفق أمور أخرى، أليس وفق الدستور يعني؟ لا، وفق الدستور. طيب أنا هنا أريد أجي وياك. هو إقليم فدرالي.